في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم يلتقي عمالقة مواد التشييد والبناء. السجاد المصري يغزو أسواق 150 دولة بجدارة. وقال مصطفى الدرديري أساتذة الزجاج السكريت والمصفح. والمعماري مصطفى أحمد مراد مبدع القباب السماوية المذهلة. وأحمد الفار قصة نجاح كبرى في المملكة العربية السعودية. ومن يفوز بعلامة المسلمي التجارية. وحصرياً أبانوب أسامة فخري فخر صناعة الأبواب المصفحة في مصر، ينتج 6000 باب سنوياً واستثماراته لم تتجاوز 750,000 جنيه. نسبة المكون المحلي في الباب بتاعك كم في المية؟ من 90% ل95%. ولأول مرة مصر تخطط لزراعة 4 ملايين فدان بالقمح. إنتاج التقاوي المعتمدة للمزارعين وشراء المحصول بأعلى سعر. إطلاق صنف مصر 4 المذهل واختبارات القمح النووي مستمرة. وأقماح الموسم الحالي حاجة تفرح. وتشاهدون أشرف منصور تعثر بعد تأسيس مصنع للأجهزة الإلكترونية، فسانده البنك الأهلي المصري بقوة وأعاده للحياة. أنا ملتزم وبدفع أقساطي وما خدتش أي مزات من البنك، في حين أن اللي تعثر البنك بيفكر معاه إزاي يساعده. طالما ان انا بدعم المتعثر واديله ميزه اكيد المنتظم اديله مميزات اكبر. والبحراوي ينشئ مركز نموذجي لتجميع الالبان في الصالحيه الجديده. وانتظروا شركه عالميه تمنح مصر مركبا مذهلا لزراعه الارز. انفقت خلال 15 عاما نحو 250 مليون دولار على ابتكاره. والسيد هشام الحصري رئيس لجنه الزراعه بمجلس النواب يكشف أسرار الفرصة الأخيرة لتقنين أوضاع الأراضي الزراعية. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان الخميس والجمعة والسبت من كل